يقدر من غير ما يحتاج اسم، يكفينا وجودك وجود الله يطول صلاح انت عن الله كل يطول الاسماء يرحم والديك. طيب الشهرة وش تعني لك؟ الشهرة وش تعني لك؟ وش تبغى من الشهرة؟ شوف انا علمتهم، انا قلت يا الربع اغلبنا ما طلع في مجال الشهرة ولا طلع يدور جمهور ويدور الاعلام الا يبي الكلمة الطيبة والدعوة الوالدين بس فقط. مال المال موجود في كل شيء، تجارة فيها مال، كل شيء فيه مال. الشهرة إذا ما دخلتها بتقدم شيء يحوز على رضاك ويجملك ويجمل أهلك اللي وراك واللي يصفقون لك لا تدخلها. نواف طارد لا يطمح للمال من باب الشهرة؟ الحمد لله أنا ما أطمح للمال، لأني أشوف أني راضي جدا وقنوع باللي أنا واصل لها الحين، اللهم لك الحمد. نواف أنت متناقض، وفي لقاء سابق قلت هدفي من الشهرة والإنشاد المال، تذكر اللقاء صح؟ وين فيه؟ أي لقاء؟ كان لقاء مع أحمد سويري من غير ما نعرض سويري؟ المقطع. لا إيه؟ ما قلت له من أجل ما أحمد سويري إلا موجود المقطع، بعد ما تطلع تقدر تشوفه في اليوتيوب وانت منو. أنا ودي الجمهور يطرحونه علي، أنا قلت أنا مشارك إضافة لي أنا. الشهرة جميلة، أنت يا دقيقة أنت في البرنامج أو في اللقاء اللي كان مع الزميل أحمد السويري قلت أنا طموحي من الشهرة والإنشاد المال. لا إذا فهموا غلط ولا أنا ما أنا طموحي من وجودي في برنامج البزنس أقدم المال. أنا قلت وش وضحت لك يا فلاح؟ أنا طال عمرك إلى الآن ما وضح لي شيء. أنا جيت البزنس عشان المال. خلاص هذا وضح، إنك أنت جاي تبي فلوس. جاية بفلوس يعني واضحة صح؟ أنا كنت أتوقع أنها صعبة. أرجع لك أنا واضح، أنت في اللقاء قلت أنا هدفي من الشهرة والإنشاد المال. ما قلتها أنا، قلتها يا نواف. أنا لولا حقوق النقل كان شفت المقطع. طيب يا تركي الموسى، ممكن أسألك سؤال بعد إذنك؟ أنا هنا مقدم أسأل وأسمع الإجابة. لا بس يعني تخيل أن السؤال هذا منطبق عليك في الوقت، أنت كإعلامي ولك صولات وجولات في الوقت، ليش جيت تقدم الفقرة هذه؟ طب أنا قلت لك أنا جيت عشان المال. أنت جاي عشان المال صح؟ خلاص أنا يا طويل العمر جاي عشان أرفع اسمي وزيد من نجوميتي. يعني أنت تعتذر عن إجابتك السابقة؟ المال لا خلاص حصلت المال اكتفيت. نعم فأنت ما عاد تحتاج المال خلاص. ما أبغى فلوس مرة. فأنت جيت تبحث عن النجومية؟ نعم. لأنك فاقد النجومية برضو؟ لا جيت أزود النجومية، ما جيت. جيت تزود النجومية؟ نعم. حلو، يعني أنت دخلت البرنامج أخوياك مو نجوم، أنت النجم لحالك. لا قلت لك أخوياي نجومهم في السماء ورحت لهم. تعبير مجازي بلاغي، موجودين في السماء لكن الى الان ما بعد حققوا النجوميه اللي حققها. والله انا اشوف راس الرجال وادري انه محقق، حتى لو ما عنده عدد ترى العدد ما هو بشيء. لا العدد هو اللي يحدد النجوميه عشان كل واحد. العدد أقدر اروح اشتري مليون متابع في اي منصه من منصات التواصل الاجتماعي. لا بس ببين وقلنا النجم. لا بس ببين، تشوف انك انت ناجح مجال الشيلات؟ اشوف نعم اني ناجح، واخر عمل منزله انا وشبل الدواسر قبل اسبوع. كم وصل جفران بن هضبان؟ ما أرى الأرقام. ما تشوف الأرقام؟ لا ما في البرنامج. أنا أنت خلت واحد يتنسم، حتى عندي أعمال ما سجلتها. لا أنت تطلع تقدر تشوف يوتيوب، ما تشوف الأرقام؟ وصلت. كم تقريبا؟ والله ما أدري، شيلة حماسية ما أهتم لعددها عدد رقمها، أهتم إذا العمل غزلي أو وطني وفي قناتي أنا هذا أنا أهتم على العدد، وأتمنى أنه يتعدى 10 مليون أو 5 مليون وأنا أضحك بعد. جميل فلاح تأهلت.